أبلغك تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وباركت لك بحصولك على جائزة نوابغ العرب في الاقتصاد. أنا شاكر جداً، and please convey to his highness. صاحب مساهمات استثنائية ألهمت مؤلفاته الكثيرين من صناع القرار في العالم لفهم المتغيرات الاقتصادية واستشراف مستقبل الوضع في بلدانهم. كانت هذه الإسهامات وغيرها من المميزات الأخرى وراء إعلان فوز الخبير الاقتصادي المصري العالمي الدكتور محمد العريان بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد، وهي الجائزة التي تم إطلاقها بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. فمن هو محمد العريان؟ هو خبير اقتصادي مصري أمريكي، تخرج في قسم الاقتصاد بجامعة كامبريدج، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. شغل منصب الرئيس التنفيذي بمؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية حتى عام 2014، ثم انتقل للعمل لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن لمدة 15 عاماً، هذا بجانب عمله بوزارة الخزانة الأمريكية والمركز الدولي للبحوث، ويشغل حالياً منصب رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج. اختير العريان لأربع مرات على التوالي ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، ويعرف في الأوساط المالية العالمية بحكيم وول ستريت بسبب خبرته الاستثنائية في الاقتصاد. نال العريان جائزة نوابغ العرب عن مجمل مساهماته وإنجازاته المتميزة التي تعد مرجعاً لصناع القرار في العالم.